رجعنا لكم مشاهدينا ونرجع مجددا الى جامعه قطر حيث يطلعنا نديبنا سعود المعاضيد على تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث لقسم اللغه العربيه اللسانيات وتطوير تعليم اللغه العربيه. رجعنا لك يا سعود. يا مرحبا ومسهلا يا دعاء وحصه، ارحب فيكم وارحب مشاهدينا الكرام. وطبعا ينظم قسم اللغه العربيه بكليه الاداب والعلوم المؤتمر الدولي الثالث للسانيات تطوير تعليم اللغه العربيه، ونتعرف اكثر على هذا المؤتمر من خلال ضيف الموجود دكتور علي الكبيسي رئيس قسم اللغه العربيه في جامعه قطر. في البدايه نرحب فيك، وقبل تعرفنا عن المؤتمر عرفنا عن كلمه اللسانيات وعرف مشاهدينا الكرام عنها. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا المؤتمر. طبعا مصطلح اللسانيات هو مصطلح حديث ويدل على العلم الذي يدرس اللغه ويدرس الملكه اللغويه. اللسانيات هذا استقر مؤخرا كمصطلح عربي، ولكن عرف في السابق بانه علم اللغه او دراسه اللغه الى غير ذلك، ولكنه على العموم هو علم يدرس اللغه من جميع جوانبها، من الناحيه الصوتيه، من الناحيه الصرفيه والتركيبيه والمعجميه، وبالتالي هو يقدم نظريات ومبادئ واسس تخدم هذه الجوانب باللغه. فالاستعانة به على تدريس اللغة العربية يعتبر مكسب كبير لتطوير تعليم اللغة العربية. الله يعطيك العافية على هذه المعلومة. والحين لو تعرفنا على المؤتمر وأبرز المواضيع اللي موجودة. بالنسبة للمؤتمر هو عنوان اللسانيات وتطوير تعليم اللغة العربية، وبالتالي فهو يبحث كل الوسائل التي تعين على تطوير تعليم اللغة العربية بالاستعانة بالنتائج التي توصلت إليها اللسانيات الحديثة. وبالتالي هو يركز على عدة محاور، هناك أربعة محاور حاولنا التركيز عليها. طبعا ليس هناك مؤتمر واحد يمكن ان يناقش كل الموضوعات التي تتصل بالتعليم، التعليم موضوع كبير جدا، ونحن اختصرنا هذه الموضوعات في ابرز اربعه عناوين مهمه. العنوان الاول كان عن اللسانيات وتعليم اللغه العربيه، الثاني كان عن النص الادبي ودوره في رفع الكفاءه اللغويه، الثالث كان عن دور القواعد في تعليم اللغه العربيه، والاخير كان عن استراتيجيات تعليم اللغه العربيه لغير الناطقين بها. هذه المحاور الأربعة سوف تكون في كل محور، هناك أربع أوراق بحثية ستناقش كل الموضوعات المتصلة بهذه. من المتوقع أن تصدر عن هذا المؤتمر عدة توصيات تخدم تعليم اللغة العربية. الله يعطيكم العافية. ولو تعرفنا عن الهدف من هذا المؤتمر. كما قلت، الهدف هو بحث المشكلات التي يعاني منها تعليم اللغة العربية. نعرف أن تعليم اللغة العربية في البلدان العربية خاصة في الوقت الحالي في فرق، الله يسلمك، بعد عندنا اللهجات احنا تختلف، هل يعني هذا ما يساعد على التعليم؟ لو تعرفنا بعد أكثر إن شاء الله سأوضح، لكن أريد أن أقول أن تعليم اللغة العربية يعاني مشكلات، بحيث أن الطالب العربي لا يتمكن في دراسة عبر دراسته التي يدرسها في المراحل التعليمية قبل الجامعة من أن يجيد اللغة العربية، ومعنى ذلك أن هناك خلل في المنهج الذي يدرس لهذا الطالب، سواء كان في المنهج أو في إعداد المعلم أو حتى في تحفيز الطالب. يعني هناك مشكلات تضع سؤال كبير، لماذا لا يستطيع الطالب عبر هذه السنوات أن يجيد اللغة العربية، أن يتقن على الأقل القواعد الأساسية، أن يستطيع التحدث، أن لا تصيبه الرهبة عندما يريد أن يتحدث. الطالب الآن يستطيع أن يترك اللغة العربية لكي يسلك مسلك آخر، يتكلم الإنجليزي أو غيرها، يجد الإنجليزي أسهل. طبعا بالنسبة للهجات، اللهجات لها دور مهم جدا في إغناء اللغة العربية، حيث أن بعض اللهجات أو كثير من اللهجات، وخاصة اللهجات في الجزيرة العربية، فيها كلمات فصيحة كثيرة. هذه الأمور لو درست بشكل كبير واستخدمت هذه المفردات الأولى التي يتعامل معها الطالب في أول منهج يقدم للطالب سواء كان في الروضة أو في المدرسة الابتدائية، لكنا قد ربطنا بين اللهجة وبين اللغة، وأصبح تعليم اللغة العربية سهل. هناك أمور كثيرة يجب أن تناقش، وأعتقد أن المؤتمر سيطرحها إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، والله يوفقكم إن شاء الله في هذا المؤتمر. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما تعرفنا على هذا المؤتمر، وكان معي الدكتور علي الكبيسي رئيس قسم اللغة العربية في جامعة قطر، وهذا اللي عندي، وأرجع للخوات في الاستديو. شكرا سعود، على وشكرا ايضا للدكتور علي الكبيسي على هذه الاضافه. اذا مشاهدينا من جامعه قطر ننتقل ايضا الى هذا الخبر اللي هو يتلخص باصدار هيئه تنظيم الاتصالات ترخيصا فئويا يسمح بتوفير خدمات اتصالات عامه على متن طائرات الخطوط القطريه. ويطبق هذا الترخيص الفئوي على الطائرات المسجلة في دولة قطر. لمعرفة طبعا المزيد عن هذا الترخيص والخدمات اللي وفرها، نستضيف المهندسة آمنة ناصر المجلي، أخصائية إدارة الطيف الترددي
في هيئة تنظيم الاتصالات. يا هلا مرحبا. هلا والله، صبحكم الله بالخير. الله يسلمك. بالنور والسرور. طيب يعني جملة جدا غريبة، يعني اختئامنا اللي هو الترخيص الفئوي. شنو الترخيص؟ هو معناته كلاس لايسنس يعني، بس شوي ترجمتها في العربي ممكن تكون يعني، هو لان في تراخيص فرديه وفي تراخيص فئويه. الفئويه هي من فئه ان هي تسمح لمزودين الخدمه من فئه معينه بتوفير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا. يعني لو تعطينا مثال على هذه الفئه، يعني من هي هذه الفئه اللي مثلا يعني مثل الترخيص مثلا فئه حق مزودين خدمات مثل ما قلت لك اتصالات، ان توفيرها على الطائرات يعني. نعم. مش مثلا مشغل واحد، لاكثر من مزودي خدمة ممكن يأخذون هالترخيص ويشتغلون على توفير هالتكنولوجيا على متن الطائرات. وشن هي خدمات الاتصالات اللي يوفرها على متن الطائرة؟ هي جميع خدمات الاتصالات طبعاً، مش بس تشمل الجوال، تشمل أيضاً الانترنت، خدمات الانترنت. أنت تقصدين مزودي خدمة الاتصالات الشركات الاتصالات نفسها أو نوع المزود؟ شركات الاتصالات وغيرها من مزودين الخدمة يعني. نعم. مثل ما قلت لك مش بس اتصالات، أيضاً خدمات الانترنت. صحيح. السوشيال ميديا غيرها من خدمات الانترنت ممكن إن شاء الله يعني المسافرين يقدرون يستخدمونها على متن الطائرة. طيب يعني من الواضح أن هذه خطوة يعني جدا يعني متقدمه، وين تكمن يعني اهميتها؟ مهمه طبعا، يعني احنا مثل ما شايفين ان التكنولوجيا تتطور يوم عن يوم. صحيح. الشخص محتاج انه يكون متصل بالشبكه اغلب الوقت. صح. يعني في رحلات ممكن تكون طويله، الشخص عنده ارتباطات مهنيه، ارتباطات اجتماعيه، يبي يخلص اشغاله، يبي يطمن اهله، فبهالتراخيص ان شاء الله بيقدر انه يعني يكون متصل بالشبكه دائما ان شاء الله على متن الطائرات. طبعا باستثناء مثل ما احنا عارفين الاقلاع والهبوط، لان استخدام هالشبكات بتاثر على اجهزه اتصال الطائره. نعم. وايضا من شروط هالخدمه انها فقط تعمل اول ما تعدي الطياره 3000 متر تبدا تشتغل، عشان ما تاثر بعد على الاتصالات المحليه. يعني احنا في نفس الوقت لازم نعطي الاتصالات المحليه حقها يعني في الاتصال. صحيح. يعني هل هاي الخدمه بتوفر على كل الدرجات، كافه درجات الطائره؟ كافه الدرجات، ومثل ما قلت في كل الاوقات ما عدا الاقلاع والهبوط اول ما تعدي الطياره 3000 متر. في ايضا شروط اخرى الشركات المزوده للخدمه ممكن تطلع عليها من خلال موقع الوزاره. يعني يعني هذه بيكون لها اعلان من الكرو الطياره، من الموظفين في الطياره، ام انه بيكون لها مثل الاضاءه اللي احنا نشوفها؟ احدى الشروط الموجوده في الترخيص انه يعلنون عنها، يوفرون للمستخدم او المسافر. نعم. مثل ما احنا عارفين الشروط والاحكام، الاسعار. صحيح. وغيرها من التفاصيل اللي لازم تتوفر حق المستهلك عشان يكون عارف حقوقه وعارف استخداماته. شبي انا ما كنت اعرف عنها، بس يعني من فتره كنت مسافره، والسفره يعني تقريبا يعني طويله، فيعني في الجو يعني كذا ساعه، فبالتالي يعني اعلن عن الخدمه، فيعني بسرعه يعني سحبت طبعا الايباد على اساس ان انا يعني ادخل واشبك. فتحسين اول شيء ان انت صح، يعني ان انت في تواصل، لو انت يعني في مكان يعني مقطوع تحسين انه يعني بعيد عن الرحلات الطويله. الرحلات الطويله هذه، ف وكان في الاعلان جدا واضح، يعني خليت انه خلاص انت فاهمه يعني، اما يعني هذه كان على الجوال او على الايباد. هذه من اهم الشروط، عشان هي تضمن حق المستهلك وتضمن في نفس الوقت حق الشركه المشغله يعني. وشفت انه لازم يكون فيها التزام، يعني التزام صح من صوبي، وفي نفس الوقت يعني خلينا نقول الفضول اللي يصيد المسافر انه خلنا ندخل الحين. لا والله كان مقطوع صراحه، يعني كانوا هم يعني فعلا متحكمين فيه الى ان يعني تقلع الطياره، وظل يعني فتره مثل ما قلتي، وبعدها يفتحون الخدمه. صحيح. نعم. طيب ايش المقصود بالطائرات المسجله في دوله قطر؟ هو الطائرات بشكل عام يعني كل طائره يكون لها رقم معين، رقم عالمي مميز على مستوى العالم تكون معروفه فيه. ليش؟ لازم تكون مسجله تحت دوله معينه عشان توفر لها خدمات الملاحه الجويه. في دوله قطر الطياره اذا تبي تسجل تحت علم دوله قطر، طبعا يكون هالشيء بواسطه سلطات الطيران المدني، طبعا اكيد بالتنسيق مع هيئه تنظيم الاتصالات. نعم. مثل ما قلت لك عشان الطيارات تسجل تحت دوله قطر، في طيارات تسجل تجاريه، امنيه، تدريبيه، خاصه، وغيرها من الاغراض اللي تسجل فيها الطائرات. هالرخصه بتطبق فقط على الطيران التجاري والمسجل مثل ما قلت لك تحت شعار دوله قطر، لان كل دوله لها كود معين. مثلا بدايتها تكون يعني مثلا على سبيل المثال A7، تعرفين مثلا هاي دوله قطر. نعم. وباقي الارقام تتغير، فكل طياره لها رقم يونيك مميز يختلف عن باقي الطيارات عشان الخدمات والاتصال طبعا يكون اسهل. صحيح. هي الطياره اللي نزلت كانت A320 اول طياره تقريبا في المطار اذا انا مو بغلطانه. وفي انه اللي قريته انه مثلا الطائره اللي هي A380 انه الطيار مصمم خصيصا لانه يستقبل هذه الطياره،
وانها تهبط على يعني لا هاي اي 320 وهاي هاي خاص باصناف الطائرات. الارقام الخاصه بالطياره هذه ارقام طويله شوي تكون يعني كل مثلا عشان تتصلين بالطياره المعينه لازم الرقم يكون موجود صح كول ساين يعني اطول من هاي الرقم نعم. اذا لو بنتكلم عن الخدمه وتكلفتها او تكلفه الاتصال من علامه للطياره هو التكلفه تحددها الشركه المزوده او الشركه المشغله للخدمه نفسها هي اللي تحط الاسعار وتحدد التكلفه بس بعد طبعا موافقه هيئه تنظيم الاتصالات. يعني الحين انا كشخص بحجز يصير اني مثلا وانا احجز التيكت ولو رحلتي طويله وانا عارفه مثلا رحلتي طويله اقول لهم هل الطياره فيها هاي الخدمه ولا لا؟ ولحد الان ما تطبقت هاي مجرد رخصه عشان الشركات المشغله ومزودي الخدمه اللي ودهم انه يعني يشتغلون على هالشيء وان تكون خدمات على متن الطائرات تجي هيئه الاتصالات تقدم على التراخيص يتوافق عليها خلاص تبدا تشتغل. فهذه مجرد رخصه انه اوكي احنا اعلنا ان رخصه موجوده حق اللي وده انه يبدا يشتغل انه يوفر هالخدمات على متن الطائرات. في ايضا مثل ما قلت لك من ساعه منها انه بيكون الشخص انه شابك على يعني بيكون متصل بالشبكه اغلب الوقت. وايضا نسيت اقول انه بيكون فرصه للمستثمرين وشركات الاتصالات انه طبعا هالشيء بينعكس بشكل ايجابي على اقتصاد الدوله. اي اكيد بيزيد طبعا الاستثمار في هالشيء. اكيد اذا احنا يعني امنه ناصر المجلي بنقول لك يعني شكرا على هذه الاضافه والمعلومات اللي قلناها. لو هي حابه مثلا تنصح الناس انه مستقبلا يعني انا قريت هني انه مهم الالتزام في هاي الموضوع واهم شيء ان الناس تقرا الشروط عدل. يعني اغلب الناس مثلا ما يقرؤون شروط التجوال تكلفه التجوال يشتكون من تكلفه الفوت. يعني هاي الشيء بيكون مدفوع من ضمن التيكت او مدفوع من ضمن ايش بالضبط؟ هو التكلفه بتكون من ضمن الخط اللي يستخدم فيه الخدمه نفسها او على حسب اجهزه الاتصالات اللي بتركب لاحقا يعني نعم. بس اهم شيء ان المستهلكين يقرون الشروط عدل الشروط الموجوده. طبعا هاي شرط موجود حق اي حد بيزود هالخدمه لازم تكون شروطهم اللي بيوضعونها للمستهلكين واضحه عشان يفهمونها عدل قبل لا يشبكون على الخدمات المتوفره ان شاء الله. نعم. اذا امنه يعني بقول لك شكرا على هذه الاضافه مره ثانيه. وان شاء الله نستضيفك في حلقات سابقه. يعطيكم العافيه. شكرا. اذا نوصل الى محطه اخرى مع مناديبنا حمد وعبد الرحمن في مؤتمر اعلامي غير شكل في جامعه قطر، خلونا نروح نشوف ايش عندهم لنا ويعطيكم العافيه عبد الرحمن وحمد وقولوا لنا ايش اللي عندكم. مرحبا مرحبا اخواتي، طبعا فعلا اعلامي غير شكل ومساعة ترى صدق ما ودنا نرجع الاستديو يعني اسمحوا لنا، ولكن كان ودنا نوريكم ابداعات اكثر. انا شرفني ان استضيف الاعلام الكبير حسن الساعي يكلمنا اكثر عن هذا المنتدى. صباحك الله بالخير. مرحبا صباح النور وصباح الخير ايضا لجميع المشاهدين الكرام. طبعا اليوم معرض اعلامي غير شكل صراحه فاجأني بكل ما يتضمنه من فعاليات وايضا من ادارات او جهات مشاركه وكلها من ابداعات الطلبه والطالبات، وهذا طبعا فخر لنا جميعا. قبل 20 سنه انا كنت من ضمن خريجين جامعه قطر سنه 94، وكنت اتمنى ان اكون احد خريجي تخصص الاعلام، ولكن كنت تخصص طبعا كليه الانسانيات خدمه اجتماعيه. بشكل عام اتمنى من الطلبه وطالباتنا صراحه ان يستمروا في هذا المجال ولا يتوقفوا، لان هذا بالفعل فرصه لهم لابراز ابداعاتهم المستمره، ولا ان يتوقفوا فقط مع نهايه هذا المعرض. هو رقم 3، وقلت لهم ايضا ارجو ان يستمر الى 7 و10 و15 ولا يتوقف، لانه راح يكون جامع لكل ابداعاتهم وكل ما درسوه من خلال تواجدهم في جامعه قطر. استاذ حسن، احنا اخذنا بعض المقاطع واللقطات مع حمله احميك، رانسيد، شباب اليوتيوب، كلمه راس. نشوف الان وسائل التواصل الاجتماعي اعطتهم مساحه اكبر، شلون تشوف هذا خدم الاعلام وخدمهم هم كطلاب؟ شوف، هذه كلها مبادرات شبابيه جديده وفكر جديد، اتوقع انه راح يكون له دور اكبر اليوم من الاعلام المرئي والمقروء والمسموع. لذلك اتمنى ان يقنن بشكل اكثر، وفي نفس الوقت تعطى لهم المساحه اكبر لابداء ارائهم ومقترحاتهم والحريه في طرح ما يرونه مناسب، طبعا في حدود المعقول وليس ان يتجاوز الحدود. هي مبادرة صراحة رائعة، وهي معظمها في الخدمة المجتمعية وأيضا تصب للمصلحة العامة وليس في مصلحة شخصية. أنا جلست معهم وتحاورت معهم كذا مرة، صراحة أبهروني بأفكارهم وأبهروني أيضا بأحلامهم القادمة، وأنا أعتقد أن راح يكون لهم دور كبير 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 جدا في الفترة القادمة في الإعلام.
إن شاء الله. بس أخيرا تقول لهم كلمة؟ أقول لهم الله يوفقكم إن شاء الله، والصبر ثم الصبر، لأن طريق الإعلام ليس بالسهل، هناك تحديات كثيرة، اصبروا حتى تصلوا بإذن الله تعالى. بيض الله وجهك وشرفنا عشاشة الرأي. عافية حمد، شكرا مشكور، يعطيكم العافية. مشاهدينا الكرام، نشكر الإعلام الكبير حسن الساعي. أخوي عبد الرحمن، سمعت مستمر ما شاء الله حسن الإعلامي حسن الساعي، ما قص أعطانا المعلومات الكافية. صحيح ما شاء الله. صحيح. والجناح الحين بدأ ما شاء الله عليهم تواجد الناس موجودين. إيش رايك نكمل جولتنا ونشوف مع مشاهدينا بعض الأركان؟ نحن بعض لقطات مشاهدينا الكرام عن الأركان الموجودة من إذاعة وتلفزيون، صحافة وإعلام، وكلمة رأس موجودة مثل ما تشوفون. نقدر ناخذ جولة الحين نشوف حد من الشباب، نشوف حد من المتواجدين حتى. طبعا عبد الرحمن، شفت الإعلام الكبير حسن الساعي قال ان هو من خريج من 94، وكان يحلم انه يكون عندهم هذه الفرص، وهو قاعد مع الشباب قال لهم استمروا في هذه المبادرات. يعني شيء طيب صراحة، يعني احنا بعد كخريجين نحسدهم عليه، لان هذا الشيء بالنسبة لنا جديد، ما كان عندنا هالفرصة. يعني سلط الإعلامي حسن هذه كلها مباراة شباب، يعني كلها بجهودهم ومقدراتهم ما قصروا، ويعني هذا المكان جمع المحتوى كله وجمع مقدراتهم كلها في هذا المكان عشان يطلعون سواء الإعلاميين ولا حتى المؤسسات الإعلامية الموجودة في قاعة ابن خلدون. المعرض مستمر مشاهدينا من الساعة، استمر مفتتح من الساعة 9 مستمر إلى حتى الساعة 4 عصر يا حمد. صحيح. هذا بعض الأشياء الموجودة. انا عصرا عجبني راشد صراحه، اللي دائما يحط الرسومات كاريكاتير. أيه راشد ما شاء الله عليه والنعم فيه، صباحك الله بالخير يا راشد. هذا راشد الكواري، بعد رسام كاريكاتير، بعد نقدر ناخذ معاه. راشد ايش رايك تكون معانا شوي؟ هلا مرحبا، تشرف. صباحك الله بالخير راشد، بشكل مختصر جناحك تتكلم عن ايش بالضبط؟ يمكن لو تشوفون الجناح خليناه مثل القصه او ستوري بورد كامل، وينتهي بالهاشتاج سوي اللي عليك. الفكره هي مقاطع انيميشن دقيقة ونص كوميدية موجهة من الشباب للشباب. بداية المشروع كله بوفاة واحد من الشباب الله يرحمه، وكانت الوفاة تقدر تقول مثل الشعلة اللي بدت المشروع كله. الله يعطيك العافية أبو سنيدة، بيض الله وجهك وتوفيق لك إن شاء الله المشروع. باجيك عقب عشان تروين الأشياء الحلوة. الله يعطيك العافية حمد. حن جولتنا إن شاء الله مستمرة، لكن بعد ما نسلم الاستديو راح نأخذ بعد أكيد لقاءات. طبعا مثل ما شفتوا مشاهدينا، سوي اللي عليك كلمات بسيطة ولكن لها معنى كبير. أحميك أنا قدها بأن أنا أربط الحزام وأعتمد عليه. شبابنا يزام الله الخير، استخدموا أقل الوسائل عساس أنهم يوصلون للمجتمع ويقدمون لهم شيء. هذين عيالنا محتاجين دعم. هذا كان ما لدينا من جامعة قطر، ولا شلون عبد الرحمن؟ الله يوفقهم إن شاء الله ويتفق لكم. هذا اللي عندنا مشاهدينا في جامعة قطر في قاعة ابن خلدون في معرض إعلامي غير شكل في نسخته الثالثة. كلمة عند الأخوات في الاستديو، نشوفكم على خير. يعطيكم العافية زملائي على هاي النقل اللي جدا رائع. بالنسبة لي وايد استمتعت إني شفت يعني إبداعات الشباب، وكنوع من يعني اللي لفت انتباهي فعلا، وأنتي طبعا تعرفين قصتي مع الأنيميشن، إن شبابنا بدوا يعني مش بدوا ليفلهم في الأنيميشن الحين من اللي لمحته إنه ارتقوا بالمستوى. صحيح. يعني اتمنى ان انا الاقي حد يسوي انيميشن ويعلمني. ان شاء الله بتلاقين، دام انت يعني قاعد تسعين وما زال يعني في بالك اكيد انه بتلاقين. طبعا احنا يعني قبل ما ننهي عندنا الحين فقره الصوره او فقره صوره الانستغرام اللي احنا عودنا مشاهدينا يعني يشوفونها، والصوره هي عباره عن مسجد. هذا المسجد موجود في الحرم الجامعي الخاص بجامعه قطر، وجميل حلو فيه انه يعني عنوانه اعتزازا بالهويه العربيه والاسلاميه، دمج بين الـ يعني طريقة البناء والتصميم العربية القديمة والطريقة الحديثة. يعني في يعني أنت لاحظي مبنى المسجد بين مباني الجامعة، شلون مباني الجامعة حديثة، نعم، وشلون مبنى المسجد ماخذ هاي الجو اللي رجعت إلى الأجواء الماضية اللي نشوفها في المسلسلات ونشوفها في البرامج القديمة. نعم. فتحسينا دمج فعلا بين الحاضر والماضي. صحيح أكيد. فيعني بهذه طبعا الصورة مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة صباح رباح لهذا اليوم. نطلب منكم طلبنا اليومي، وهو أن تتواصلون معنا إما على طبعا هاشتاج الصباح رباح على تويتر، أو على صفحتنا في الفيسبوك، أو على إيميل القناة صباح رباح@الريان.tv. دوت تي في. شوفكم على خير، مع السلامة.